إذاعة الشباب من سلطنة عمان. شباب على الهوى يجمعنا سوا، شباب على الهوى يجمعنا سوا، على الشباب اسمعنا وبالخير تلقانا وبالحب شاركنا وصوتك يسعدنا، على الشباب اسمعنا وبالخير تلقانا وبالحب شاركنا وصوتك يسعدنا. شباب على الهوى، شباب على الهوى، شباب شباب، شباب على الهوى، يلا اكشخ ابتسم على الهوى. شباب على الهوى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعينا الأكارم، نحييكم في مساءات جميلة، مساءات تجمعنا احنا وياكم في برنامج شباب على الهوى. طبعا مساءات ان شاء الله كلها ألق ومساءات كلها سعادة، يجمعنا اللقاء المنتظر. نرحب بكم ونجدد التحايا معاكم عبر الأثير على مدار ساعتين، معاكم أحبتنا، تواصلكم معنا عبر قنوات التواصل المتعددة، ودائما وأبدا نتمنى لكم دروب آمنة، اربط حزام الأمان وثبت الموجة على أثير إذاعة الشباب من سلطنة عمان. معاكم إعدادا وتقديما مشاعل بنت سعيد القاسمية، في المتابعة والتنسيق سيف بن سعيد الهلالي، وكل التحايا والشكر أيضا لمصممة رمزيات لميس في بدر الحوسنية، وكالعادة في الإخراج جلال بن ربيع الخويطري. شباب على الهواء. للتواصل مع برنامج شباب على الهواء الاتصال على الرقم 24698151، وعلى الرسائل النصية القصيرة 90456، وللمشاركة في سؤال فقرة على وين إرسال الإجابة على 90130، وعلى تويتر والإنستغرام @شباب راديو أمان. شباب على الهواء. شباب على الهواء. شباب على الهواء. ما شاء الله التحايا يستاهلون المستمعين جلال. مستمعينا دائما ولا محطتنا تكون مع التذكير بسؤال فقرة على وين للأمس. السؤال كان يقول أين يقع فلج الملكي، والجواب بولاية إزكي. ومعنا فائزين اثنين قيمة الجائزة 100 ريال مقدمة من الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون مقسمة فيما بينهم. الفائزة الأولى مروة بنت سالم المعشري، استاهل. إذن ألف مبروك لمروة بنت سالم المعشري. والفائز الثاني معانا سعود بن عبد الله بن سعيد النبهاني، بعد يستاهل سعود. ومحطتنا اليوم في فقرة على وين المستمعين راح تكون من ولاية وادي المعاول. كل اللي حاب يشارك معانا يسمع للفقرة والإجابة راح تكون منها. خلكم على السمع دائما وخلكم متواصلين معانا مع شباب على الهواء. بعد ما أنا لقيتك، بعد اللقاء الجود لا تغيبي، صعب علي أبقى وأنا ما نسيتك، إحساسك إني بين ربعي غريبي. لقيت روحي بعد ما أنا لقيتك، ينطق بك
حبيبي وباقي لي حبيبي انت حبيبي باقي لي حبيبي بعد ما لقيتي بعد اللي قالي اشوف لا لا حبيبي صعبن علي ابقى ولا ما نسيتي احساسك اني يجي معنا سوا شباب على الهوى يجي معنا سوا يا هلا يا هلا منورين منورين يا شباب منورين شباب شباب على الهوى شباب على الهوى وشباب على الهوى يجمعنا دائما بالحب والألفة الجميلة اللي نتمناها دائما تكون عامرة بيننا وبينكم إن شاء الله مستمعينا وللتذكير بشبكات التواصل اللي حاب يتواصل معنا على 2-4-6-9-8-1-5-1 والرسائل النصية على 90-4-5-6 وتويتر والإنستغرام فيك إنك تتواصل معنا على شباب راديو عمان. سالفتنا الشبابية لليوم شكرا لتواضعك. التواضع يعني شكرا لتواضعك في زمن خلينا نقول قل فيه التواضع. صارت الناس تتعالى وتتكبر على بعضها، صارت تشوف مجرد ما نجحت نجاح بسيط صارت تقول أنا وأنا وأنا وتنسى أن الله سبحانه وتعالى هو اللي كان أصلا سبب في هالشيء وتتعالى على الناس اللي حوالينها. التواضع طبعا من أهم الصفات اللي تخلي الناس ينجذبون لك ويحبونك، ودائما تلقى الناس المتواضعة تنتشر سيرتهم بين الناس بالطيبة بالحسن بالأخلاق الجميلة. الكبير يحترم الصغير، الصغير يحترم الكبير، ما فيها حاجة. إذا أنا رحت وقدمت خدمة لشخص عزيز علي بتواضع بحب يجمعنا بيننا. سالفة جميلة ومشاركة جميلة وأجمل منكم مستمعينا، وصلتنا رسائل كثيرة أيضا عن التواضع. وخلينا ما ننسى أن الله سبحانه وتعالى دائما حبانا بنعمة العقل اللي ميزنا فيها عن سائر مخلوقات علشان نتدبر ونتذكر أن قدرة الله في الكون ونراكم أن إحنا مجرد مخلوق ضئيل ما بيده أن يتكبر في وجود الله سبحانه وتعالى. فالتواضع شيء جميل، التواضع سمة من سمات الأخلاق الجميلة، فشكرا لتواضعكم. والتواضع هو عدم يعني انساب. أحيانا الإنسان لما ينجح ينسب نجاحاته لنفسه وينسى أن الله سبحانه وتعالى هو السبب في نجاحاته. لازم نتذكر دائما أن إحنا مجرد مخلوقات ما بيدنا أي شيء، يعني لازم يتوجب علينا
أن إحنا دائما نشكر الله سبحانه وتعالى، وأن كل ما زادت نجاحاتنا كل ما زاد تواضعنا، كل ما أن إحنا اثنين الشكر على بعض، كل ما قدمنا خدمات لبعض كل ما كنا أفضل، وكل ما عشنا بسلام ووئام. طبعا مستمعينا حاليا شبكات قاعدين يشتغلون على الكمبيوتر، ما أدري جلال سوى فيه قبل البرنامج وخلانا معلقين ننتظر الشبكات اليوم يعملون لنا. إذا التواضع حاجة جميلة، سمة وأروع من السمات الرائعة. خلينا نقول أن التواضع يعني تخيلوا لو كان العالم كل منا متواضع بشكل جميل، أكيد رح يكون مكاننا أجمل. لو كنا مستعدين أن كل واحد يعترف أني أنا أخطأت في حق الشخص الفلاني، أني أنا يعني عندي نقاط الضعف الفلانية، 1 2 3 أعددها، ما أتكبر وأقول لا أنا الأفضل، وما أحب أني حد يوجهني، ما أحب أني حد ينصحني. رح نكون يعني أكثر اعتراف لنفسنا بأخطائنا، ونعتذر لنفسنا، نعتذر للناس اللي حوالينا، رح نكون أفضل وأفضل لو أن تعاملنا مع بعضنا البعض على أساس من الاحترام والنزاهة المتبادلة. قليل من التواضع كفيل يجعل العالم مكان أفضل. خلون يعني يكاد خلينا نقول أن يكاد العالم عالم كافة المؤرخين يجمعون على أن أبراهام لينكولن قد جمع بين عظمة الرئاسة وروعة الخلق. كان مفتاح نجاحه هو قدرته على إخراج أفضل ما في الآخرين. كان محاطا داخل البيت الأبيض برجال من ذوي المهارات الهائلة والمعتزين بأنفسهم إلى أقصى الحدود، وبدلا من أن يصارعهم السلطة فإنه قد أقر بما يتمتعون به من موهبة، وتلاعب بإحساسهم بالعظمة ومدح ما حققوه، وساعدهم في أن يخدموا البلاد وقت الأزمة. إذن ما أتعالى على الناس اللي حواليني، ما أتكبر على الناس اللي حواليا، مهما وصلت ومهما صارت نجاحاتي، النجاحات عمرها ما كانت نجاحات فردية. أكيد في ناس وقفت معاك ساعدت أنك أنت تنجح بتواضع جميل أنك تعترف. وأول حاجة نشكر الله سبحانه وتعالى على كل شيء، وقل مساء الخير لأول مكالمة. مساء النور والسرور مجال. أهلا بك عبد الله المشرفي. عبد الله المشرفي، اول اتصال عندك في هذا البرنامج، برنامج الجميل، برنامج سولف معانا، واجمل تحيه وتقدير. احنا برنامج عبد الله الناظر المشرفي من محافظه جنوب الشرقي ولايه الصور. يا عبد الله احنا في برنامج شباب على الهواء، خلنا يعني كذا اخوان واحباب، خلي جلال يتفق معها قبل، ما أدري إيش قاعد يقول له. جميل، إذن كذا نشكر إحنا الجهات المعنية بشبكاته، ونشكر سيف الهلال لمتابعته، وأيضا للإصلاح العطل اللي كان في جهاز الآلي. ونقول مساء الخير لعبد الله. مساء النور والسرور، كيف حالك؟ أهلا يا عبد الله، الحمد لله. أنت في برنامج شبابي على شباب على الهواء يا عبد الله. الله يسلمك ويبارك فيك، والله أجمل برنامج هذا في إذاعة الشباب من سلطنة عمان، واجمل مخرج يعني جلال الربيع الخويطري. الله يسعدك، تحيه وتقدير. يستاهل يستاهل يا عبد الله. خبرنا عن التواضع يا عبد الله. والله التواضع مطلوب وجميل، ويقول لك الله سبحانه وتعالى فمن نفس صغرت كبرها رب العالمين، ونفس كبرت كبرها صغرها رب العالمين. فالتواضع يعني مطلوب من الاثنين، يعني الصغير يحترم الكبير، والكبير يحترم الصغير، وفي تبادل يعني بين الأشخاص وبين الجيران وبين جميع الزملاء الذي عندك في العمل، وأيضا يعني مسالك الطريق أيضا لهم حقوق ولهم واجبات. أكيد. وأيضا الاحترام واجب. نعم أكيد الاحترام واجب دائما، وشكرا لاتصالك والدائم لنا يا عبد الله، شكرا لك على تواضعك. شكرا على تواضعكم مستمعينا، شكرا على تواضعك لمن تحب تقولها. في أشخاص دائما تلقاهم يعني يعني على قد ما الله سبحانه وتعالى أنعم عليهم وأكرم عليهم تلقاهم في قمة التواضع، يدخلون على بعضهم البعض مع الجيران مع الناس، ما يتعالى ويتكبر يقول أنا الله، أنا لي فئة معينة أتواصل معاها، هذه المقامة أنا ما أروح معاها. فجميل يعني في ناس كذا دائما تحصلهم قريب من تواضعهم، جميل راقي مثلهم هما. أخ جلتم تواضعي.
وعلى شباب راديو عمان عبد الله عامر عبد الله عمر عفوا يقول يا سلام موضوع جدا رائع وهي كعادتكم في اختيار المواضيع المهمه دمتم بود ربي يسعدك يا رب. ومهندس عمان يقول من تواضع لله رفع التواضع صفه من صفات المؤمن فبالتواضع يرتفع شان المؤمن ويكون في صف الذين احبهم الله وله اثر على الفرد. وايضا غزاله عمان يسعد مساك يا غزاله عمان تقول مساء الجمال التواضع سمه من سمات المؤمن وهي من مكارم الاخلاق التي دعا لها الاسلام ومن تواضع لله رفعه الى اعلى مقام. تقول ومن ثمار التواضع نيل المحبه في قلوب الناس في البدايه نيل محبه الله ومحبة الملائكة والاحترام والتقدير. أختنا غادة طبعا يسعد مساك يا غزالة عمان. غادة بالفعل يعني في أثر كبير يعني أغلب الناس منهم جلال يتساءل عن الرمزية لليوم صورة الرمزية صورة القلب وداخل فيها عود كبريت منطفي والدخان طالع منه. فكان الرد له كان جدا بسيط خبرته قلت له انتقيت هذه الصورة لأن التواضع دائما يطفي الحقد يطفي يقرب المسافات فيما بيننا يطفي الغيرة أيضا يخلينا ناس نحب بعضها. فهذا الدخان اللي تشوفه طالع من الرمزية من الصورة هذه يعني مدى عمق التواضع من الشخص وأثره على الشخص الثاني أيضا. صراحة شيء أقنعتك ولا لا؟ أيضا تحية لصالحة تقول مساء الخير موضوع جميل. لا يتواضع إلا من كان واثقا بنفسه ولا يتكبر إلا من كان عالما بنقصه. بالفعل. وأيضا بهي العمرية تقول لا يتواضع إلا من كان واثقا تقول بنفسه ولا يتكبر إلا من كان عالما بنقصه وما تواضع أحد لله إلا رفعه الله لا تصلح لك درجة. تقول التواضع حتى تقبل الحق ممن تحب ومن تبغض. الرسول كان في قمة التواضع فمن نحن لنتكبر. صفات المتواضع الابتسامة والبشاشة وسعة الصدر وحسن المعاملة وصفاء القلب وصدق الحديث. ومساءكم تواضع وإبداع ودمتم عطر فواح ودمتم محبة. وتحياتنا لك يا بهية العمرية وتحياتنا لكل المتواصلين معنا واللي قاعدين يتواصلون ويرسلون بخصوص الموضوع لليوم. ونقول مساء الخير لعلي بالفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. أسعد الله مساءكم أختي الكريمة. مساءك أسعد أخونا علي. لكم شكري وتقديري والمخرج كذلك بارك الله فيك. الله يسعدك يا رب. احنا حاولنا نتواصل معك أخونا علي لكن للأسف ما كنت ترفع سماعة الهاتف من فترة. إنما لا كان الهاتف السيارة وكان عندي كنت في البيت مريض وكان عندي الهاتف الآخر بارك الله فيك. ما تشوف شر أخوانا ما تشوف شر إن شاء الله. وأنا حقيقة يعني يحصل لي الشرف الكبير أن يعني أتهاتف معكم أو إن كنت وجدت أن أزور هذه الإذاعة الجميلة ولكن إن شاء الله في المستقبل. على كل حال أختي الكريمة موضوعكم يعني شائق ومهم جدا. نعم. وأنا حقيقة الآن في طريق من ولاية الصحارى إلى ولاية الخابورة. الله يحفظك. وتوقفت جانبا لكي يسلم عليكم يعني أشارككم بعض الكلمات المتواضعة حقيقة لست مثقفا وأعترف بذلك. وكما أيضا ذكرتم وذكر بالعكس تكفي الثقافة هي ثقافة الحياة ثقافة الحوار المتبادل بيننا. بالعكس مو بلازم تكون عندك شهادة جامعية علشان تكون أنت مثقف. أنت يكفي أنك تتواصل معنا باستمرار بتواضعك الجميل باتصالك وإسهابك في المواضيع اللي إحنا نختارها ونناقشها. أكيد من الشهادة العلمية في كفة والثقافة في يعني مكملة في الكفة الأخرى. أكيد أكيد. والثقافة أولا وثانيا وثالثا. على كل حال يعني موضوعكم شائق كعادة أشكركم عليه. ربي يسعدك. والتواضع كما ذكر الجميع بأن دائما تكون حلية المؤمن. نعم. دائما تكون ومن أخلاق المؤمن يعني القليلة. أكيد. ولو نرى أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما رآه إعرابي فأخذ يعني خائفا ويرتقف فجاء الرسول صلى الله عليه وسلم بتواضعه وقال لهدم الروعك يا هذا ما أنا إلا ابن امرأة كانت تأكل القديد في مكة يعني بهذا التواضع والخلق. نعم. حتى أنه لم يقل أنا محمد ابن عبد الله عليه الصلاة والسلام ابن امرأة. نعم. ونرى أيضا أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه. نعم. عندما طفى السراج وكان يعني حول ضيوف فقام فيعني عاد السراج مرة أخرى فقالوا لضيوفه يعني سنكفيك يا أمير المؤمنين. قال ما كنت لأستخدم ضيوفي قمت وأنا عمر وجلست وأنا عمر وهو أمير المؤمنين رضي الله عنه. رضي الله عنه. ولكن أختي الكريمة دائما من أخلاق المؤمن
التواضع والتواضع أكيد صحيح. حتى التكبر. لا أريد أن أطيل عليكم الآن في السيارة هنا وفي حديثك جدا شائق أخونا علي بالفضل كعادتك يعني مثل البدر في مداخلاتك. شكرا لك يا أخونا. أكرمكم الله وعزكم أختي الكريمة وبالتوفيق دائما. شكرا جميعا يا رب. وتقول الأبيات: تواضع تكن كالنجم لاح لناظره على صفحات الماء وهو رفيع، لا تكن كالدخان يعلو بنفسه إلى طبقات الجو وهو وضيع، فأقبح شيء أن يرى المرء نفسه رفيعا وعند العالمين وضيع. الله. التواضع مهم في حياتنا، علينا أن احنا نتواضع دائما للصغير للكبير، نتعامل مع الناس الطيبين بطيبة، تشعر أنك إذا ارتفعت عن إنسان درجة تأكد أن الله سبحانه وتعالى رح يرفع الشخص الثاني بدرجة مختلفة عنك فوق عنك. الكمال يعني لله دائما، أنت تملك حاجة بسيطة من الكمال. خلينا نقول إذا كانت عندك القوة غيرك عند المال، وإذا كان عندك المال غيرك عند الروحية دائما في استخدام هذا المال. كل إنسان عنده طاقة يفقدها إنسان آخر، فكيف تتكبر على الناس بذلك كله؟ متغير وقاسي صرت حتى تشك فينا، يعني ما ودك تجينا، يعني متكبر علينا صرت متغير وقاسي صرت حتى تشك فينا. بشكي الله ونهويت ونهوينا وما نسينا الماضي والله وعجفك عين الله ونسيت بشكي الله ونهويت ونهوينا. في مكاني كيف اتحمل زماني اجرب احساسك عشاني قول والباقي علينا والله. حط نفسك في مكاني كيف اتحمل زماني جرب احساسك عشاني قول والباقي علينا.
عشانك ليالي كيف انسى ذا محالي ومن العوادل ما علينا حبيتك يا غالي واسهر عشانك ليالي كيف انسى ذا محالي ومن العوادل ما علينا يعني ودك تجينا يعني متكبر علينا صرت متغير صرت حتى صرت حتى تشك فينا يجمعنا سوا شباب على الهوى يجمعنا سوا شباب شباب على الهوى شباب شباب على الهوى يسعد لنا مساكم مستمعينا ونجدد التحايا بكم في برنامجكم شباب على الهوى متواصلين معكم لغاية الساعة 4 بإذن الله معكم مشاعر القاسمية في الإخراج جلال خويتري. موضوع سالفتنا الشبابية لليوم مذكر لكل اللي قاعد يسمعنا الحين شكرا لتواضعك إن معنى أن تكون كبيرا هو أن تكون متواضعا لكن في بعض الناس مستمعينا قاعدين يفسرون الموضوع بشكل خاطئ بشكل يعني مغاير للمفهوم نفسه إن معنى أن مديرك هي دائما ويشرف على عملك اللي أنت تقوم به بتواضع منه إحنا نقول شكرا للأستاذة عفرة لوقتها الثمين اللي دائما اللي تكون موجودة معنا شكرا لتواضعها إنها دائما حريصة على أن الشغل يكون على أتم وجه شكرا لأنها دائما تنتظرنا علشان إحنا نشرب معها فنجان قهوة الصباح شكرا للقلوب اللي قاعدة تحتوينا شكرا لطيبتهم شكرا مهما وصلوا ومهما كانوا قاعدين يخافون على الناس اللي معاهم يحسون يعني دائما يقولون يعتذرون إذا أخطأوا إذا صار أي حاجة يعني بأمانة في ناس ما تتكرر مرتين إحنا حابين أن تكون هذه الصفة موجودة داخلنا إحنا نزرعها في قلوب أولادنا في أخواننا في أهلنا في مجتمعنا علشان تسود المحبة وتسود الألفة بيننا. شكرا لكل من قاعد يتواصل معنا إحنا في شباب راديو أمان وعلى 90456 سواء كان تويتر ولا الإنستغرام. نروح للإنستغرام شكرا للرسائل اللي قاعد توصلنا يقول عبد العزيز أتوقع من تواضع لله رفعه ومحمود المحروق يقول التواضع لا يعني التقليل من قيمة الشخص لنفسه بالفعل في ناس تقول إن أنا بقلل من نفسي إذا رحت وكلمت وتنازلت في ناس قاعدين يخسرون بعض بسبب إن أنا بنت فلان من أنت اللي تكلمني بهالطريقة من أنت التي تقول لي أنت غلط أنت صح فهذا للأسف مفهوم غلط أحيانا إحنا نتعلم من أبسط الناس الموجودين حوالينا أحيانا ولدك ينبهك على أشياء بسيطة فخذ نصيحته خذ بهذا الكلام الجميل منه. السلام عليكم مواضيعكم شيقة وتستحق المتابعة التواضع أكبر جزء من جمال الشخص وأنا الحمد لله شعاري التواضع بنت العرب يسعد مساك يا رب. إبراهيم الفضيل يقول التواضع يجعلنا نفتح ذراعينا للآخرين ونتوقف عن الحكم عليهم أو مقارنة أنفسنا بهم ولا نقلق بشأن رأيهم بنا التواضع لا يعني أن تقلل من نفسك بالفعل ومساء التواضع والعطر التواضع بلسم الحياة وروح متجددة بالمحبة التواضع خلق رفيع لمن يملك العاطفة والإحساس التواضع رسم توضيحي مبسط لحقيقة الخلق الإنسانية المحترم الذي يملك في مكنون روحه تلك الإبجديات المهمة لاستمرارية العطاء والتواصل التواضع كلمة ذات معنى حسب يمكن تشبيه بالعين التي يبصر بها صاحبها ليرى طبائع الناس والآخرين ويحاول تصحيح تعاملهم معه التواضع كلمة ذات لحن رقيق يتغلغل بين حناجرنا ليعلمنا كيف أن التواضع والتسامح يجلب السعادة والراحة النفسية يسعد مساكي العلوي ويسعد لنا هالكلمات الجميلة اللي تخلينا نبحر في معانيها بالفعل التواضع كلمة لها معاني كثيرة لها دلالات لها رقي لها أخلاق يعني تبين أن الشخص بالفعل إنسان راقي يسعد مساك يا أخونا سعد الشندودي مرحبتين أختنا وأستاذتنا الأستاذة مشاعل حياك الله أستاذ العزيز حياك الله
تسلمي إن شاء الله، الله يسعدك ويسعد أيضا جميع المستمعين. آمين يا رب. وكل إنسان تواضع لله الله سوف يعوضه في الدنيا والآخرة. آمين يا رب، آمين يا رب، إن شاء الله جميعا. وإحنا أيضا لا ننسى أيضا يا أستاذ أمك، إحنا كتركيبة عمانية أو كمجتمع نعم. عماني سجي صاحب حضارة وصاحب قيم نبيلة مستمدة من قيمنا وعادات وتقاليد ديننا وأيضا مبادئ ديننا. إحنا شعب متواضع نوعا ما، بالفعل شعب يحب الخير للناس، يعني هذا صفة متواجدة فينا الحمد لله. والذي يتقمص غير الشخصية العمانية تحصل يعني نوعا ما عايش في متقوقع لذاته، أصابع عيدنا مبسوة. أيوة صحيح، والتواضع صفة طيبة وصفة نبيلة في الناس، من وصفة يكتسبها الله سبحانه وتعالى الناس الذي أحبهم الله والذي عرف نفسه عرف ربه. وأيضا عندما والواثق من نفسه والمؤمن بربه وبرسول الكريم متواضع. والتواضع أيضا مثل الشجرة الوارثة الظلال، يعني الكل يستفيد منها الشخص. فالتواضع صفة طيبة، وأيضا المتواضع يعني حتى بعض الرسول العظيم، احنا قدوتنا الرسول الكريم نعم عليه الصلاة والسلام دائما الصحابة نعم. وكان يستشير الصحابة رضوان نعم. الله عليهم حتى يستشير زوجاته، صحيح، وهو نبي عظيم نعم. وأيضا الإنسان عندما يصل إلى مستوى نقول أعلى مستوى في مؤسسة أو في وزارة، يسأل نفسه هذا الإنسان عندما يتكبر على الخلق، كيف وصلت إلى هذا المستوى؟ هل أنت وصلت بنفسك؟ لا طبعا، وصلت بفضل الله نعم. ودعاء الوالدين ونعم. وفي ناس في الخفاء وقفوا معك، صحيح. فإذا تكبرت إذا إشارات حمراء، قف وحاسب نفسك نعم. والإنسان الموظف أو المسؤول أو المدير أو أي كان أتواضع مع الشخص الذي يجي يراجع أي شخص معين. أنت ما وصلت من فراغ، وصلت بفضل الله وقدرات الله سبحانه وتعالى عطاك، صحيح. وميزك. لماذا احنا قدرات؟ انت عندك قدرات وانا عندي قدرات، صحيح. من اجل ان تمشي الحياه نعم. يعني في حد يعمل في 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 الشارع، حد يعمل في البناء، حد يعمل في الوزاره نعم. من اجل ان تمشي الحياه، بالفعل. لكن لا نتكبر على بعضنا بعض، بالفعل. احنا دائما نمتلك قدرات، يعني الانسان عنده قدره والشخص الثاني يكمل قدره الشخص اللي قبله، يعني وايضا ملكنا للاشياء هو ملك مجازي، والمالك الحقيقي لكل شيء هو الله سبحانه وتعالى. طبعا يا استاذ، اول شيء افتخر والله انا راكب افضل موديل سيارات. طيب اخي العزيز، يعني لماذا تفتخر علي وانا راكب مثلا أسوأ موديل؟ يا أخي تواضع مني أنا، وقادر أشتري، وقادر فلان يشتري. يقعد يشوفك بنظرة دونية، يعني حتى يخجل أنك أنت راكب هذه السيارة، أنت الفلان الفلاني تركب السيارة الفلانية للأسف. يعني بس قليل، يعني إحنا نقول في نماذج قليل، بالفعل. أو مثلا أنا أفتخر، أو مثلا في ناس تفتخر والله أنا عندي رقم كذا وكذا في سيارتي. لا يا أخي، كيف وصلت إلى هذا الرقم؟ بالفعل. بالفعل الحياة لا، الحياة ما توقف على رقم امتلكته ولا سيارة اخذتها، بالعكس الحياة بالأخلاق والتعاون مع الناس. معينة انت وصلت اليها، ولكن اسأل نفسك كيف وصلت الى هذه الوظيفة معك، وكيف وصلت الى هذا المنصب؟ هل بنفسك أما بماذا وماذا 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 نعم. ثم بعد تراجع حساباتك إذا بتكبر علينا، بالفعل. شكرا شكرا لك اخو استاذ سعد، اخونا العزيز. شكرا لك سعد شندودي. إذا متواصلين معكم مستمعين لغاية الساعة 4 في برنامج الشباب على الهواء، اللي حاب يتواصل معنا على 24698151 والرسائل النصية على 90456، تويتر والإنستغرام شباب راديو أمان. بعد هالفاصل شباب على الهواء، يجي معنا سوا. شباب على الهواء، يجي معنا سوا. كنوز عمان، حملة توعوية تقربنا بمواردنا الوراثية الحيوانية والنباتية، لنكتشف أهميتها اقتصاديا لبلادنا والمخاطر التي تواجهها. كنوز عمان، حملة ينظمها مركز عمان للموارد الوراثية الحيوانية والنباتية التابع لمجلس البحث العلمي، وذلك ابتداء من الأول من مارس وحتى 30 من إبريل 2015. ستنطلق الحملة من مسقط مرورا بجميع محافظات السلطنة. كنوز عمان، فرصة للتعرف أكثر عن ثرواتنا. للمزيد من المعلومات زوروا حسابات المركز عبر تويتر وإنستغرام @OAPGRC.
اللحظات الخاصة تبدأ بأسعار خاصة. سافروا مع طيران الإمارات إلى وجهاتكم المفضلة ابتداء من 110 ريالاً. احجزوا لغاية 14 من مارس للسفر ما بين 12 من مارس والرابع عشر من يوليو 2015. استمتعوا بأشهى المأكولات ونحو 2000 قناة منوعة ضمن نظامنا الفريد للترفيه الجوي الحائز جوائز عالمية. زوروا emirates.com/om. تطبق الشروط والأحكام. طيران الإمارات، أهلاً بالغد. صغير وكبير حلوة الديوانية أكيد يعرف كل السامعين عنواني للذوق الجميل وتراث للشعب الأصيل من ذاقها يطلب مزيد حلوة الديوانية أكيد الحياة أحلى مع الديوانية للحلوة العمانية. شيء لا يصدق، موديلات 2015. أنا بالفعل متفاجئ، هدية نقدية مضمونة أنيقة ومثيرة، بالفعل حقيقة واقعة. إنها جيلي إميجرام. اكتشف معنى الإثارة مع جيلي، مع هدية نقدية مضمونة على موديلات 2015 بنقل حركة أوتوماتيكي وبأسعار لا مثيل لها. إنها بالفعل ما كنت أنتظره. انتهز الفرصة مع جيلي اليوم. تفضل بزيارة أقرب فرع لمركز تاول للسيارات لديك، أو تواصل معنا عبر الفيسبوك أو تويتر @جيلي عمان. شباب على الهواء. للتواصل مع برنامج شباب على الهواء، الاتصال على الرقم 24698151، وعلى الرسائل النصية القصيرة 90456. وللمشاركة في سؤال فقرة على وين، ارسال الإجابة على 90130. وعلى تويتر والإنستغرام @شباب_راديو_عمان. شباب على الهواء. شباب على الهواء. شباب على الهواء. شباب على الهواء، متواصلين معكم مستمعينا. ومن الرسائل النصية اللي وصلتنا على 90456 حول موضوعنا لليوم، شكرا لتواضعك. إبراهيم الكلباني يقول التواضع هو ضد الكبر، والتواضع خلق رفيع، وصفة حسنة، من تواضع لله رفعه. شكرا لك يا إبراهيم. أيضا سعيد الزيدي يقول مساء الخير، التواضع شيء واجب على المؤمن، والمتكبر لا يعتبر عنده أخلاق، وأفضل خلق الله كان متواضعا. يسعد مساك يا رب. وأبو حمدان الكلباني يقول جميلون من يضعون بصمة بقلوبنا، تأتي الأيام أن تنسى طهر قلوبهم. يسعد الله مساك بطيب والعود، تحياتي يا أبو حمدان الكلباني، شكرا لك. وشكرا لصاحب رسالة 33633، لا أنا ما عندي لا فيسبوك ولا تويتر عذرا. ورسالة تقول مشاعل موضوعكم جميل جدا، تواضعتكم كالنجم لاح لنظري، لا تكن كالدخان يعلو متكبرا. أم سعيد يسعد لنا مساك يا أم سعيد، وإن شاء الله كذا يكونون المحيطين بك وأنتم بصفة جميلة تجمعكم. ومهندسة البلوشية تقول مساء المحبة والتواضع، مهما صار مهما حصل سأظل أتنازل لعيونه الزعلان عبادي، حطوا لي أغنية أنا آسف لفرقة ميامي إهداء لعيونه. شكرا لك يا المهندسة البلوشية. احنا الحين علشان هو زعلان، احنا ايش رايك انت شكلك متضايقة، ايش رايك تروحين معانا كشتة كذا قريبة صوب الباطنة جنوب، نتمشى شوية في سالفة علوين. يلا جاهزة؟ يلا جلال جاهز؟ يلا مستمعينا نروح في علوين. ومشوارنا مستمعينا إلى ولاية وادي المعاول. على وين؟ على وين؟
احنا ماخذين معنا سيف الهلالي علشان الدرب ونروح ونني ونشوف المناظر التاريخية والقلاع الموجودة هناك. سؤال حلقة مستمعينا راح يكون إجابته من أول فقرة، لا تقولون بعدين ما ساعدناكم. ولاية وادي المعاول إحدى ولايات محافظة جنوب الباطنة في منطقة الباطنة في الجزء الشمالي من سلطنة عمان، وتضم الولاية عددا لا بأس به من القلاع والحصون والأبراج التاريخية القديمة، على رأسها قلعة الإسفالة. على رأسها قلعة الإسفالة التي تقع في بلدة أفي والتي اتخذتها الولاية شعارا لها، كما توجد قلعة أخرى في بلدة مسلمات بالإضافة إلى ثلاثة حصون وهي بيت مطمع لعلاية الخندق وحصن حبرة، وأيضا هناك سبعة أبراج اللي هم الحجرة العوينة وشامس وزاهر والعيون وبرج اللاقال. هاي توصية من سيف طبعا المستمعين، وعذرا في بعض النطق في بعض الأماكن. موقع الولاية يقع في ضمن ولايات محافظة جنوب الباطنة، تحدها من الشمال الشرقي ولاية بركة، ومن الجنوب والجنوب الشرقي والجنوب الغربي ولاية نخل وولاية العوابي، ومن الغرب الجنوبي تبعد عن محافظة مسقط نحو 115 كيلومتر. وتعتبر الولاية البوابة بالنسبة لبعض ولايات جنوب الباطنة ومحافظة الظاهرة وبعض قرى ولايات محافظة الداخلية الواقعة على سفوح وضفاف الجبال الشمالية لتلك الولاية، مثل بعض قرى الجبل الأخضر وجبل شمس، وذلك من خلال الطريق الواصل من وإلى محافظة مسقط عبر هذه الولاية لموقعها الجغرافي الذي تتميز به. وأكيد كل ولاية مستمعينا تزخر بمعالم عديدة في السلطنة من معالمها الأثرية أو التراثية والسياحية، لهم الأبراج والحصون والقلاع المنتشرة في الولاية. أكثر من 15 قلعة متوزعة على بلدات وقرى الولاية، ومن هذه القلاع قلعة الإسفالة الشامخة والتي اتخذت شعارا للولاية، حيث يوجد بهذه القلعة جامع الإسفالة العريق والذي تم بناؤه منذ أكثر من 3 قرون. ومن القلاع الشهيرة أيضا قلعة المطلع وقلعة الغبرة وقلعة حجرة ومسلمات وقلعة العلاية وقلعة العريق وقلعة الطوية وقلعة حجرة الشيخ وقلعة العوينة. واللي يميز هذه القلاع هو وجودها وسط الحارات القديمة والتي تكون محاطة بأسوار دائرية وأبراج. وأيضا عند تواجد القلاع لابد من تواجد الحصون مستمعينا، توجد بالولاية العديد من الحصون، منها حصن الحيل وحصن حبرة وحصن بيت مطمع وحصن بني سليمة وحصن الشرجة وحصن العالي وحصن الشرقي وحصن المحيدث وحصن المحيول، بالإضافة إلى بيت الخندق والذي يسمى الروشن في حجرة مسلمات. ما شاء الله الولاية تزخر بالعديد من الآثار ومن القلاع والحصون مستمعينا، فرصة أن الواحد يروح يزورها. توجد أيضا بالولاية نحو 15 برجا لا يزال معظمها شامخ البنيان، من أهمها برج الحجرة وبرج شامس وزهر والمقيرشية والسوق والحيل وبرج صباح الرفعة والعوينة والشامسي وبرج مفتاح والحصن وبرج المدفع العلوي والقرن وبرج المدفع الحدري صويفح. وتشتهر الولاية أيضا بشجرة فريدة مستمعينا، نتمنى أنكم تسمعون هذه المعلومة. هذه الشجرة مستمعينا ما تنمو حتى حاول بعض أن يزرعها في أماكن محافظات السلطنة، لكن للأسف سبحان الله يعني ما تنبت إلا في هذا المكان. الشجرة هذه شجرة الفنس والموجودة في بلدة أفي بحلة المصرجية، وهي من الأشجار النادرة في السلطنة والتي يعود تاريخها إلى نهاية القرن 17 الميلادي حسب الرواية. هذه الشجرة تبدأ في طلوع الثمر مع مطلع نخلة النغال، حيث تبدأ بطلع الزهور من جذعها الأساسي ويكون نضج ثمارها في بداية شهر يونيو، ويتم معرفة نضجها بخروج رائحتها الزكية، حيث يوجد بداخل ثمار شجرة الفنس لب مثل لب المانجو شبه أحمر. ومثل ما قلنا لكم رغم المحاولات العديدة اللي قام بها بعض الأشخاص لغرسها في مختلف ولايات السلطنة، لكن لله في خلقه شؤون، ما تنبت إلا في وادي المعاول. أيضا تزخر ولاية وادي المعاول بالعديد من الأفلاج والعيون المائية، ما يقارب من 40 فلج موزع على كافة أرجاء الولاية. وتوجد بالولاية 4 عيون مائية، أهمها عين الشلي موجودة في بلدة أفي،
وهذه العين مفيدة لعلاج الأمراض الجلدية، بالإضافة إلى عين بني نصير وعين القش وعين قيس، كما توجد بالقرب من عين الشلي أحواض كبريتية تحول الأسوار الفضية إلى اللون الذهبي لبضع ساعات ثم تعود إلى شكلها الطبيعي. سبحان الله. وصولا إلى الحروف وصناعات التقليدية أو الحرف عفوا مستمعينا، وصناعات التقليدية والفنون الشعبية أيضا. ومن أهم الحرف وصناعات التقليدية التي تتميز بها هذه الولاية هي صناعة الخناجر والحلي وصناعة الفخار الذي تشتهر به هذه الولاية منذ القدم. ومن الحرف التقليدية سعفيات مثل المراوح الملاهب والقفير والسمة والدعون والمجامع. أما بالنسبة للفنون الشعبية الفلكلورية التي تتميز بها هذه الولاية، أبرزها فن الرزحة والهمبل والقصافي وفن العازي والتغرود والونة. ما شاء الله، يمكن من أكثر الولايات اللي إحنا رحناها اللي تزخر فيها هذه كل الأصناف من قلاع، حصون، أبراج، أفلاج، الكل ما شاء الله تبارك الرحمن. وسؤالنا، وصلنا لسؤال مستمعينا، سؤالنا من فقرة أعلاوين من وادي المعاول، ما هو شعار ولاية وادي المعاول؟ على 90130 أرسل إجابتك مع اسمك الثلاثي. عن الفن اللي سمعناه مستمعينا في فن القصافي، وسيف احنا ودرناه هناك، قال مرة واحدة بروح البيت لأنه قاعد يرزف معاهم ومستانس. إن شاء الله كذا البسمة ما تفارقك يا زميلنا سيف الهلالي. شباب شباب على الهواء، شباب على الهواء، شباب على الهواء، متواصل معاكم مستمعينا في سالفة الشبابية لليوم. شكرا لتواضعك، التواضع، مفهوم التواضع، أثر التواضع على النفس وعلى العلاقات الاجتماعية. من نكون إحنا علشان نتكبر؟ من نكون إحنا؟ من اللي سهل لنا كل أمورنا؟ من الرازق؟ من المعطي؟ دائما هو الله سبحانه وتعالى. فليش إحنا ما نحاسب نفسنا شوية ونقعد مع نفسنا ونتذكر أن دائما كل الله سبحانه وتعالى هو مسهل الأمور. فمهما الله ما أنعم علينا، لابد أن إحنا نكون متواضعين مع الناس الثانيين اللي حوالينا. رسائل كثيرة وصلتنا، وكوثر البحري تقول موضوع جميل، تحية مسائية لكم جميعا، اليوم أكملت 23 سنة، ربي يجعلها سنة خير علي إن شاء الله. كل عام وانت بصحة وسلامة يا كوثر البحري، و 23 سنة بداية العمر بإذن الله، وإن شاء الله المستقبل ينتظرك. أميرة سعيدي يقول لا يتواضع، تقول لا يتواضع إلا من كان واثقا بنفسه، ولا يتكبر إلا من كان عالما بنقصه. التواضع يكون ما أني أنزل نفسي لشيء ما من مقامي، التواضع بالأسلوب، بطريقة النقاش، بالتقدير، بالفهم. جميل. الرسول كان في قمة التواضع، فمن نحن لنتكبر؟ عمر، شكرا لك يا عمر. مساء النور، الموضوع حلو بس في هذا الزمن قليل تشوف في ناس متواضعة، أتمنى لكم التوفيق والنجاح، مع تحياتي لكم هند السيابي. شكرا لك يا هند، وإن شاء الله يعني كذا الواحد يراجع نفسه ويحاسب على تصرفاته، يمكن شوية الله يهدينا إن شاء الله ويهدي الجميع. عهود السعيدية تقول من ثمار التواضع فهي المحبة في قلوب الناس، والسلامة والمهابة، وعدم الكلل من طاعة الله، وانتظام الأمور، وعمران القلب بالحكمة، والتواضع تتم النعمة وهو ينشر الفضيلة وبه تحصل الرفعة، وهكذا ورد عنهم عليهم السلام وعن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لعلي عليه السلام: والله لو أن المتواضع في قعر بئر لبعث الله عز وجل ريحا يرفعه فوق الأخيار في دولة الأشرار. شكرا لك يا رب عهود السيابية، عفوا عهود السعيدية، على رسالتك الجميلة. يسعد مساك يا وليد المعمري.
مسائك أسعد يا أختي مشاعل، يسعد الله مسائك. ومساءكم أسعد دائما يا رب، ودروب سالمة بإذن الله لكم إن شاء الله جميعا، وإياكم كل من منتجه إلى البيت نهاية دوامة طبعا، نتمنى له إن شاء الله رحلة سعيدة إن شاء الله بإذن الله. إيش أخباركم إن شاء الله طيبين؟ إحنا أطياب، دامكم أنتوا أطياب، خبرنا عن موضوع التواضع، شو مفهوم التواضع عندك؟ كيف الإنسان يكون متواضع؟ طبعاً أختي مشاعل، المعروف أن التواضع صفة جميلة يحملها الشخص، كل ما تواضعت كل ما الناس أحببتك، وكل ما اكتسبت ناس تعرفت إلى ناس، بحيث أن التواضع صفات جميلة، بغير أن المتكبر الناس طالع الناس كان أصغر سنا منه أو أقله شأنا يعني في نفس المستوى. التواضع شيء جميل يا أختي مشاعل، فلا بد أن الواحد يكون الإنسان متواضع، والناس على أساس الناس تحبه إن شاء الله، ويكون قريب. إن شاء الله كذا يا وليد المعمري، تسمو بأخلاق بتواضع جميلة ونبيلة دائما إن شاء الله، وأتمنى لكم سعيد إن شاء الله. شكرا لك، يومك أسعد، مع السلامة. والرسائل كثيرة، وفان تقول هلا مشاعل أخباركم، كل يوم أتابع البرنامج ما شاء الله متألقين، والحين راجع من الدوام في الطريق، درب السلامة للجميع، وتسلم على خلفان أيضا. شكرا لك يا وفاء. محمود الهلالي يقول مساء الجمال، كجمال قلوبكم الطيبة والمتواضعة، تحية من القلب لكل مستمعي برنامج شباب على الهواء، ولكل أسرة البرنامج، مبدعون دوم بتواجدكم، بتواصلكم ورقي رسائلكم وأحرفكم لينا. أنوار الردين يقول أن التواضع من أهم الصفات التي يجب علينا التحلي بها، وكما يقال من تواضع لله رفعه، لذلك فمن لنا سوى رسول الله صلى الله عليه وسلم ليكن قدوتنا عليه الصلاة والسلام. نبهان الهناء يقول مساء التواضع والأخلاق، مستمتعين بالموضوع ولكم كل الشكر إلى الأمام، كل ما تواضعنا احترق الشيطان، متابعكم نبهان الهنائي. شكرا لك يا نبهان. وصورة جميلة مهداة إلى أسرة البرنامج، وبالأخص إلى المخرج جلال الخويطري من محمود الهلالي، صورة رائعة يا محمود، شكرا لك يا محمود، يستاهل جلال على تعبه، على تلقي للمكالمات، على فواصله فلاشاته، شكرا لك يا جلال. أخجلتم تواضعي. التواضع أحلى شيء عن الغرور، تقول أنا أحب التواضع، شكرا لك يا وفاء، من تواضع دائما لله رفعه. وشكرا أيضا للمساءات الجميلة من رقية ناصر الريامية، عصفورة شباب على الهواء، نتمنى لها السلامة، قطعت فترة عنا بسبب مرضها، الله يعطيك الصحة والعافية طهور بإذن الله. تقول موضوع مميز كالعادة، التواضع هو سمة العظماء، ولماذا لا نتواضع كلنا لآدم وآدم من تراب. تقول غيابنا لا يعني رحيل وفاؤنا، فقط نحب أن نحتفظ بالألم أحيانا كي لا يؤذي من نحب. الله يعطيك الصحة والعافية رقية. ومن رسائل قاعدة تتوالى علينا مستمعين على 90456 وعلى شباب راديو عمان، سواء كان تويتر أو الإنستغرام، حول موضوعنا لليوم شباب، عفوا، في برنامجنا شباب على الهواء، موضوعنا لليوم شكرا لتواضعك. ليه الغرور والكبرياء، ليه الغرور، لا لا تباهى بالذكاء، ليه الغرور، ليه الغرور والكبرياء، تمشي تظن انك عجب، ليه الكلافة والتعب.
بعب تمشي تظن انك عجب ترى البساطة من ذهب خذها نصيحة مننا ليه الغرور خذها نصيحة مننا خلك طبيعي مثلنا أحلى من بسمة ملاك طيبة هنا وضحكة هنا فكها وريحنا معاك ما يسوى كل هذا العنا ليه الغروب ما يسوى كل هذا العنا خلك طبيعي مثلنا لتصير في دمك ثقيل اكسب قلوب لك تميل تكبر كذا في عيننا ليه الغروب تكبر كذا في عيننا أخلك طبيعي مثلنا إذاعة الشباب من سلطنة عمان. ما شاء الله أبو محمد شو هالمزرعة الحلوة أشوف فيها البطاطا والطماط والجح وخير الله ما خبرتك يا أخوي إنه هذا كله بفضل الله وقرض موسمي من بنك التنمية العماني وإيش هذا قرض موسمي؟ قرض موسمي قرض مدته بسيطة ما تتجاوز 12 شهر للمزارعين والحد 50,000 ريال عشان يزرعوا المحاصيل الموسمية جزاك الله خير يا أبو محمد بس عاد زين تخبرني كيف أقدر أحصل على قرض موسمي زين أقول لك. اتصل على 24736994 أو قم بزيارة أقرب فرع بنك التنمية العماني ننمو معه ألو 17 مليون إيه 17 مليون أقول لك 17 مليون ريال عماني فهمنا 17 مليون بس مال إيش بنك ظفار وزعوا 17 مليون ريال عماني مع برنامجهم لسحوبات حساب التوفير وهالسنة زايدين الجوائز لأكثر من 300 فائز 2000 ريال كل يوم و20 ألف ريال كل أسبوع يعني فرص الفوز كثيرة أقول لك أروح أفتح حساب في بنك ظفار أكثر من 17 مليون ريال عماني فاز بها زبائننا مع برنامج سحوبات حساب التوفير من بنك ظفار والآن يمكنك أن تربح 2000 ريال يومياً و20,000 ريال أسبوعياً بنك ظفار بنكك المفضل تطبق الشروط والأحكام كنوز عمان حملة توعوية تقربنا بمواردنا الوراثية الحيوانية والنباتية لنكتشف أهميتها اقتصادياً لبلادنا والمخاطر التي تواجهها
كنوز عمان، حملة ينظمها مركز عمان للموارد الوراثية الحيوانية والنباتية التابع لمجلس البحث العلمي، وذلك ابتداء من الأول من مارس وحتى 30 من أبريل 2015. ستنطلق الحملة من مسقط مرورا بجميع محافظات السلطنة. كنوز عمان، فرصة للتعرف أكثر عن ثرواتنا. للمزيد من المعلومات زوروا حسابات المركز عبر تويتر وإنستغرام @OAPGRC. شيء لا يصدق، موديلات 2015. أنا بالفعل متفاجئ، هدية نقدية مضمونة، أنيقة ومثيرة، بالفعل حقيقة واقعة. إنها جيلي إميجرام، اكتشف معنى الإثارة مع جيلي، مع هدية نقدية مضمونة على موديلات 2015 بناقل حركة أوتوماتيكي وبأسعار لا مثيل لها. إنها بالفعل ما كنت أنتظره. انتهز الفرصة مع جيلي اليوم. تفضل بزيارة أقرب فرع لمركز تاول للسيارات لديك، أو تواصل معنا عبر الفيسبوك أو تويتر @جيلي عمان. شباب على الهوى يجمعنا سوا، شباب على الهوى يجمعنا سوا، شباب شباب على الهوى، شباب شباب على الهوى. يا هلا يا هلا، منورين منورين يا شباب منورين، ومساء السعادة لكم مستمعينا. وها احنا بدينا الحين معاكم ساعة ثانية من عمر برنامجنا شباب على الهوى، سالفتنا الشبابية لليوم. شكرا لتواضعك. تحية للي رسل على 94-56، يقول المنسي، يقول مساء الأنوار، وجه تحية للي مداومين في الكليات، وأقول خلاص أنا قررت أتكبر عليكم. تبون شيء قبل ما تكبر؟ إن شاء الله ما تتكبر وكذا، يعني خف علينا يا الحبيب، يعني يا دوبكم انتم كلية وطلاب، يعني ليش تتكبرون بعد؟ يعني شدوا حيلكم في الدراسة وخير ان شاء الله كذا، التواضع بينكم بمساعدتكم لبعض، تكفون وقفات فزعة مع بعض ان شاء الله. الله يحفظكم يا رب. طبعا مستمعينا للمتواضعين دائما اربعة اشياء يتجنبونها. المتواضعين دائما ما يعتقدون انهم يعرفون كل شيء، يعني دائما في تساؤل مستمر للمعلومات للي حولهم، ما يقولون خلاص احنا ما نحب نسأل، اذا سألت انا بقلل من شأني لاني انا وصلت مكان عالي، مثلا منصب في المدرسة في الكلية في العمل، ما اقدر اسأل اللي اصغر مني، فبالتالي انا بكون صغير قدامهم. بالعكس، الاشياء اللي يتجنبها المتواضعون انهم دائما يسألون، وانهم ما يحطون في بالهم انهم يعرفون كل شيء. يقولكم سومرست موم، يقول لم أدرك إلا في وقت متأخر من حياتي مدى سهولة أن يقول المرء لا أعلم. يعني بعد وقت متأخر من حياته عرف أن الواحد يعني من السهل أن يقول لا أعلم، خاصة المتواضعين، يعني دائما إذا شيء يعرفونه يقولون إحنا نعرفه، إذا شيء ما يعرفونه يقولون إحنا ما نعرفه، لكن في ناس كل شيء تعرفه، تبارك الرحمن عليهم. ودائما يقول لك نقطة ثالثة، أن المتواضعون لا يعتقدون أنهم دوما على حق، يعني في صواب، يعني لابد أنك أنت تأخذ بالملاحظات التي تجيك، أنت ما دائما على حق، فلازم أنك تكون مهيئ نفسك أن الشيء اللي تقوله يمكن يكون غلط. يقول بعد نقطة رابعة، لا أحد أطول عنقا مما يقف مستعدا لأن يقومه الآخرون. إذن هذه صفات، وأيضا في صفات راح نكملها معاكم مستمعينا لأشياء يتجنبها المتواضعين، في أشياء أيضا يدوم عليها المتواضعين، وهما من صفاتهم ومن شخصياتهم. نستكمل معاكم قراءة الرسائل والتغريدات اللي وصلتنا. أمينة المعمري، ألف تحية لك، تقول قال تعالى ولا تمشي في الأرض مرحا إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا. صدق الله العظيم، بالفعل لا تمشي في الأرض مرحا ولا تتكبر على الناس اللي حوالينك، في النهاية أنت خلقت من ماء مهين وقلبك خلق من طين، فبالتالي ترجع للتراب وترجع يعني لولا شيء، فأنت فبالتالي الله سبحانه وتعالى هو اللي خلقك. وسليمان سعيد العاصمي يقول مساء الخير، تواضع لها أخلاق ورقي وميزة، وتحية لك مشاعل وجلال، وتحية للأستاذة المتميزة والمتواضعة دائما عفراء بنت أحمد اليحيائية، ألف تحية وتستاهل أستاذ عفراء. في مكالمة جلال، في مكالمة
نستقبل مكالمة ونقول مساء الخير. سليمان العاصمي. مساء النور. يعني شو هالصدف، احنا نقرأ تغريدتك وانت تكون على الخط. مساء التواضع. مساءك ألق يا رب يا سليمان. الكلمات الجميلة والحوارات الشيقة في إذاعة شباب في برنامج شباب على الهواء. بوجودكم يا رب. وأنا أقول إيش في جلال يعني قاعد ينصت وأستاذ عفرة قاعد تبتسم وهم قاعدين يبتسمون، عشان كده سألت في مكالمة. طبعاً إحنا نقول دائما نرسل باقة ورود دائما للمتألقة دائما مديرة إذاعة شباب الأستاذة عفرة الحقيقية على جهودها الكبيرة في الإذاعة وتواجدها دائما بأمانة. تستاهل تستاهل أستاذ عفرة دائما يعني. والله يحفظها دائما إن شاء الله. آمين يا رب آمين يا رب. حياكم وتحية حق مخرجنا دائما المبدع. يستاهل جلال يستاهل جلال. خبرني عن التواضع. دائما متواضع هو مالك منه تهاي. ايه احنا نستفيد منه دائما جلال بابتسامته برحابة صدره يعني مساعدته للآخرين دائما متواضع. تكفي ابتسامته متواضع دائما. بالفعل خبرني عن التواضع من مفهوم سليمان العاصمي. اولا شكرا لكم لانكم تختارون مواضع مفيده جدا طبعا لجميع افراد المجتمع بامانه في انتم تستحقون دائما الرقي. شكرا لكم دائما. ودائما مثل ما نقول احنا من تواضع لله رفعه، والتواضع طبعا ما يقلل من نفسيه الشخص بامانه يعني. نعم. يمكن يزيد من شخصيتك ويزيد من احترامك للناس طبعا في كل مكان، والتواضع طبعا للصغير والكبير اشوفه انا احسن حاجه. نعم. ونقول دائما ما نقلل من التواضع، التواضع دائما يكون لك خلق واحسان وعطاء وتواصل بين افراد طبعا المجتمع، نقول احنا بنساعد بعضهم البعض يعني. صحيح. ويعطيك شخصيه طبعا لدى الاخرين في كل مكان طبعا، ودائما نترك نفسنا بعيدين عن الغرور والتكبر دائما. نعم وعن التفاخر ايضا. نعم. وطبعا اذا كنت انت متواضع يكفيك شرف بانك تكون محبوب بين افراد المجتمع بين عائلتك وبين احبابك في كل مكان، سواء في دوامك وفي المكان اللي دائما انت تتجول فيه. صحيح. نفس الابتسامه والسعاده اللي احنا نشعر بها بتواصلكم معنا بمتابعتكم لفقرات برنامج شباب على الهواء لتواصلكم. شكرا لنا المواضيع احنا دائما نتمناها في كل الاوقات، ودائما انت تبرزون بمواضيع دائما احنا كمستمعين بامانه نكون صامتين او مشاركين دائما مواضيعكم شيقه. الله يسعدك الله يسعدك يا سليمان العاصمي. وان شاء الله كلمه شكر طبعا نوجهها للاستاذ سيف الهلالي والاستاذ عفره دائما الحيائيه والاستاذ جلال ودائما المغرب محمود الهلالي ولك انت مشعل على اعدادك البرامج هذه. شكرا بقى. شكرا لك يا سليمان. شكرا. خليك سليمان خليك على الخط، جلال يريدك شوي. تمام. يعني مثل ما قال سليمان العاصمي مستمعينا ان المتواضع دائما ما يتعالى على الناس اللي حوالينا ولا يتكبر ولا يتفخر، علشان كذا ابراهام لينكولين يقول ما يقتل الوعلة الا حبه للظهور. يعني كل ما يعني في ناس تموت على تعشق حب الظهور، دائما تلقاها تحط صورها لشيء يسوى وشيء ما يسوى، شوفوني ايش عندي شوفوني ايش، يعني تعشق هالشيء يعني، وبالتالي الناس تستاء من هذه المعاملة من هذا التصرف، ودائما تلقاهم يرددون في جلساتهم في قعداتهم احنا رحنا احنا خذينا احنا يينا انا عندي واحنا عدنا. يعني هذه بس لو نلاحظ عليها شوي مستمعينا، يعني مرت علينا بأمانة في حياتنا احنا الدراسية، يمكن تكون هي سبب عدم علاقاتنا بكثير من الناس، هي الغرور والتكبر وحب الأنا دائما في كلامهم. وإن شاء الله كذا أيامكم دائما تسمو بأخلاقكم مستمعينا اللي احنا عهدناها واللي احنا نعرفها واللي تعودنا منها منكم. أمل عمان تقول مساءكم رائع كروعتكم وما تطرحوه من مواضيع في قمة الرقي، إن أكثر ما يدخل الناس الجنة هو تقوى الله والتواضع وحسن الخلق. شكرا لك يا أمل عمان. وتحياتنا أيضا للمهندسة الحاضرة الغايبة نورة تقول من تواضع لله رفعه. ناجي العلوي يقول مساءكم أحلام موضوعكم جميل، التواضع صفة رائعة في الإنسان، من تواضع لله رفعه ولله الحمد، إحنا العمانيين معروفين بالتواضع. شكرا لكم. شكرا لك. وقصة عن التواضع هزاع الكلباني يقولها، يحكى أن ضيفا نزل يوما على الخليفة عمر بن عبد العزيز، وأثناء جلوسهما انطفأ المصباح، فقام الخليفة عمر بنفسه فأصلحه، فقال له الضيف يا أمير المؤمنين لما لم تأمرني بذلك أو دعوت من يصلحه من الخدم؟ فقال الخليفة له قمت وأنا عمر ورجعت وأنا عمر، ما نقص مني شيئا، وخير الناس عند الله من كان متواضعا. مساء التواضع لكم يا أحبتي. شكرا لك على الرسالة الجميلة هزاع الكلباني.
وأيضا يقول هزاع الكلباني حمل أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه الدقيق على ظهره وذهب بيت به إلى بيت امرأة لا تجد طعاما لأطفالها اليتامى وأشعل النار وظل ينفخ حتى نضج الطعام ولم ينصرف حتى أكل الأطفال وشبعوا. يا سلام، احنا نتعلم دائما قدوتنا محمد عليه الصلاة والسلام، الصحابة بمكارم الأخلاق اللي هم يتحلون بها، الصفات دروس وعبر لو نقرأ فيها يعني تخلينا نخجل من تصرفاتنا احنا في بعض. أنور الرديني يقول مشكورين وجزاكم الله خير، أكتفي بالساعة الأولى والحين وصلت البيت من بعد يوم عمل رائع ممتع، ونقول صوبك يا سرير قاد تايم، الله يحفظك ونوم الهنا إن شاء الله. خلينا نذكر المستمعين بسؤال فقرة على وين. السؤال من على وين كان يقول ما هو شعار ولاية وادي المعاول؟ في كثير رسلوا على 90456 مستمعينا، الإجابة ترسل على 90130 على 90130، أرسل إجابة السؤال اللي يقول ما هو شعار ولاية وادي المعاول مع اسمك الثلاثي. قيمة الجائزة مستمعينا 100 ريال، مقدمة على فائزين 2، مقدمة من الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون. إذن للتواضع سمات كثيرة وأثر كثير، يقولك أشياء أربع يداوم عليها المتواضعون. المتواضعون يتعاملون مع الغير باحترام، إذن الاحترام دائما من صفات المتواضعون. التواضع واحترام الغير صنوان لا يفترقان، إذن من الأشياء اللي داوم عليها المتواضعون هو الاحترام. يقولك ليست المسألة على قدر ما نمتلك بل على قدر ما نستمتع به. المتواضعون وصلاء دائما، أصحاب أصل كرماء، يعني طالعين من تربية نقية ربتهم تربية سليمة. نتمنى أن إحنا الكل تربى تربية جميلة الحمد لله، لا يتأثر بالموجود في البيئة الحياتية، لا يتأثر بأصحابه قد ما يقدر أنه يرجع لأصله، يرجع لقصص الأنبياء، يرجع لي الرسول صلى الله عليه وسلم كيف كان يتعامل، كيف أخلاقه، علشان نوصل للخلق الجميل اللي يتحلى به. يقول لك الكبر اصطناع أما التواضع فهو طبيعة في الإنسان، توماس ميرتون. والمتواضعون دائما يرغبون في التعلم وأن يصبحوا أفضل. إحنا مثل ما قلنا إن من الأشياء اللي يتجنبها المتواضعون دائما إن هم يعرفون كل حاجة، فبالتالي إن من الأشياء اللي دائما يدامون عليها إن هم حب التعلم، حب الاطلاع، دائما أبسط الأمور يسألون عنها، أبسط الأمور يستفسرون عنها. يعني أحيانا تلقانا إحنا قاعدين خلف ناقل الصوت، لكن يعني ما كل حاجة ممكن إحنا نعرفها، بالعكس إحنا نستفيد منكم أنتم بمداخلاتكم بكلامكم، ما معناته إحنا قاعدين نتكلم هني قاعدين نعرف كل حاجة، بالعكس إحنا نستفيد أيضا من كلامكم، من رسائلكم الجميلة اللي قاعد توصلنا، اللي تبين مدى عمق الفكر الثقافي اللي مع الشعب العماني اللي إحنا نفتخر به. أيضا يقول لك من الأشياء اللي داوم عليها المتواضعون يقول لك مثل ما قلنا أن إحنا دائما يرغبون في التعلم، والتواضع هو أسلوب حياة يتمثل في قول ليست لدي كل الإجابات وأحتاج إلى مساعدتك. إذن التواضع أن كل الناس اللي يمشون ويضربون الأرض بأقدامهم ويستعرضون عضلاتهم، واللي يحبون أن الناس دائما تمدحهم وأن دائما الناس تذكرهم ويهتفون بأسمائهم، يعني ودائما يحبون الأضواء مسلطة عليهم، هذول دائما يشوفون نفسهم صغار، ما عندهم ثقة في نفسهم. لو كانت عندهم ثقة في نفسهم راح يعرفون أنهم مو محتاجين لهتافات الناس، بالعكس بعلاقاتهم مع الناس راح يقدرون يوصلون لأشياء كبيرة. أنت ما محتاج أن الضوء يسلط عليك علشانك أنت إنسان ناجح، أنت إنسان ناجح لأنك عارف أنت إيش تكون وعارف أنت إيش قاعد تسوي. ورسائل قاعدة تتوالى، تقول غزالة عمان عش بقلب أبيض ونية حسنة ولسان لا يقول إلا طيبة، هكذا ستكون أجمل، رقت لي وأرسلتها لكم، شكرا لك يا غزالة عمان. يقول رسالة، يقول لا أصاحب ولا أجالس ولا أثق، لا أعشق إلا الشخص المتواضع لأن بتواضعه معي عكس احترامه. شكرا لك يا عمر على الرسالة الجميلة. يقول ما أكثر الأشخاص الذين هجرتهم بسبب عدم تواضعهم، التواضع احترام. يقول يا ريت لو تخصصون حلقة
القوانين الكونية للفلاح والنجاح إن شاء الله بإذن الله. راح نشوف الموضوع عمر ولا يهمك إن شاء الله. راح نتواصل مع الدكتور أيضا. وتقول مروة سيابية: احترامك للناس شيء أساسي لكي تكسب قلوبهم، فربما تأتيك دعوة من قلب أحدهم لا ترد، كن جميل الخلق تهواك القلوب. مساء الخير ومساءك مودة يا مروة. محمود الهلالي يقول: تقبل الآخرين وعدم التقليل، تقبل الآخرين وعدم التقليل منهم والتواصل معهم جميل، هذا يعني نوع من أنواع التواضع. موضوع جميل ورائع، شكرا لك يا صاحب الرسالة. إذن كل إنسان، الإنسان الكبير في داخل نفسه يشعر أنه كبير وما يحتاج لشيء يملكه من الخارج، لأن الكبير كبير في نفسه، عرف قدر نفسه. كل شخص يستعرض عضلاته ويحاول أنه يظهر بمظهر الإنسان الكبير، يتكبر على الصغير. إذا شفتم داخل نفسه بتلقون أنه يشعر بعدم الرضا عن نفسه، يريد أنه يغطي هذا الضعف ويتصرف بعضلاته ويتصرف بهذه الطريقة. إذن كل إنسان يتواضع لأنه عنده ثقة في نفسه، يشعر أنه ما عنده عقدة نقص تنقصه علشان يكمل ويتمم هذاك النقص. كبير داخل نفسه ما يحتاج أنه يستعير ثقته من أحد، لكن بعض الناس يستعيرون ثقتهم من أحد الناس. يعني دائما ينتظرون الناس تثني عليهم، تشكرهم على عمل. يعني أنت أحيانا تقوم بعمل هذا شغلك، ما محتاج أن الناس تشكرك عليه، بالعكس أنت لازم أنك تكون يعني بأمانة عند هذا الشغل. أنت عارف نفسك وعارف مدى ثقتك في نفسك، فقادر أنك تطلع ما تنتظر أي حد على كل شوية يشكرك. وروحي عمان تقول: مساء الخير مشاعل، موضوعكم وايد حلو، سلامي الخلفان ولك مشاعل المخرج المتميز والماما تسلم عليكم ما حيل. الله يسلمها يا رب، الله يحفظها ودائما تتابعنا، نوجه لها تحية. تقول: تواضع نبل المسلم الحق، عليك بأجمل الأخلاق والتواضع، فمهما بلغت منزلتك فإنه يرفع من قدرك ويجعلك تبدو أكثر ثقة بنفسك، وبالتالي سيجعل الناس يحرصون على ملازمتك وحبك، وإن ذكروك لم يذكروك إلا بكل جميل. ما أجمل هذه الصفة أسماء الهنائية، دمتي بصفاء الروح أنقى. ونقول مساء الخير للمتصل. مساء النور أستاذ، كيف الحال؟ حي الله مبارك البدوي. الله يحييك ويسلمك إن شاء الله. من زمان ما سمعنا صوتك يا مبارك. والله إيش أقول لك، ظروف وكنت خارج البلد والحمد لله رب العالمين رجعني إلى عمان. الحمد لله إن شاء الله عودا حميدا. الله يسلمك ويعافيك إن شاء الله أستاذ. كيف كانت مصر يقول لك جلال؟ الحمد لله كانت طيبة مصر. الحمد لله الحمد لله جميل. الله يسلمكم. سمعت لي موضوعنا لليوم مبارك؟ موضوعكم جميل، والتواضع صفة من صفة الكرماء وصفة جميلة نبيلة للنبلاء يتصفون فيها. ففي الحديث أو في معناه قال رسول الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. الكبر هو عكس التواضع، والتواضع كما ذكر الإخوان في رسائلهم: من تواضع لله رفعه. وأيضا أنا أختم قولي ببيت: تواضع تكون كالنجم لاح لناظر على صفحات الماء وهو رفيع، ولا تكون كالدخان يسمو بنفسه على طبقات السماء وهو وضيع. نعم جميل 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 انتهائك بهذه الأبيات الجميلة واللي قاعد توصلنا مستمعين من متابعين كثيرة. شكرا لك مبارك. شكرا استاذنا. الله يسعدك. الله يسعدك. الله يسعدك. الله يسعدك ان شاء الله. وايضا على 90456: اذا اردت بان تعيش فتى عزيزا تحترم فتجنب الكذب، ان الكذب هدام القيم. بوزيد يسعد مساك يا بوزيد، ومساءكم ورد وزهر. تواضع تكون كالنجم لاح لناظر على صفحات الماء وهو رفيع، ولا تكن كالدخان يرفع نفسه الى طبقات الجو وهو وضيع. تحياتنا لك يا محمود المحروقي، ربي يسعدكم يا رب. رسالة أيضا ناقصة من خالد الشهيمي، نتمنى أنك ترجع ترسلها لأن رسالة وصلتنا ناقصة، وصلتنا آخر كلمتين فقط. وتقول رسالة: مساكم همة وطموح عزيمة تواضع، بصراحة موضوع جميل جنن، الله يوفقكم مشاعل. سلامي لك العزيزة تحياتي فاطمة شحية، ربي يسعدك يا فاطمة شحية على متابعتك الدائمة لنا من خصب. خبرتنا كيف الأجواء في خصب، كيف الجو وكيف أهل خصب، إن شاء الله نزوركم بإذن الله. يقول جلالي بيكم في أقرب فرصة.
متواصلين معكم مستمعينا مع رسائلكم الجميلة اللي قاعدة توصلنا. تحية يقول سليمان المعولي يقول تواضع كنز من ملكه وأصبح ملك. تحية لك مشاعل وخلفان سليمان المعولي، ربي يسعدك يا سليمان. وأيضا وليد المعمري يقول يسعد مساكم الجميل، دائما مواضيعكم في قمة الروعة. تحية لك يا مشاعل المبدع المتألق دائما المخرج جلال. أخويتري يستاهل جلال كل التحايا، وتستاهلون أنتم مستمعينا كل التقدير وكل الاحترام وكل الود وكل الحب. سليمان سعيد العاصمي يقول كل الصفات والميزة الجميلة والطيبة موجودة فيكم طاقم شباب على الهواء، أنتم أساتذة وربي يوفقكم ويحفظكم ويرعاكم من تقدم لتقدم. شكرا لك يا سليمان على كلامك الجميل وعلى مساءاتك الرائعة. عبد العزيز يقول مساء الخير، موضوع جميل ويستحق المتابعة. البارحي عبد العزيز البارحي، موضوع جميل يستحق المتابعة لأن التواضع أهم صفات الفرد، من تواضع لله رفع. ربي يسعدك يا ويعزك يا رب عبد العزيز البارحي. هزاع الكلباني مستمتعين برسائلك أيضا، يقول تواضع لا يعني النزول من رفعتك، التواضع سمة الأتقياء النبلاء، من تواضع لله رفعه فلنقتدي بالأنبياء أشد الناس تواضعا. وبتقابوس تقول مساء النور والسرور يا مبدعين ويسعد مساك، نقول لك يا رب. رسالة أخيرة يقول جلال قبل ما شو جلال طيب جاسم يقول التواضع من مكارم الأخلاق التي دعا إليها الإسلام وحث عليها، وهي نعمة لا يحسد عليها، من ثمار التواضع نيل المحبة في قلوب الناس والسلامة والمهابة وعدم الكلل من طاعة الله عز وجل وعمران القلب بالتقوى والحكمة. وعن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه قال لعلي أن لو أن المتواضع في قعر بئر لبعث الله عز وجل ريحا يرفعه فوق الأخيار في دولة الأشرار، ولكم الشكر والتقدير. قول لي مازن الشكيلي مساء البرد. مساء الخير، مساء الود، مساء الألق، مساء الطيب ومساء التواضع. حي الله، حي الله بيك، حي الله بكل هذه الأشياء اللي قلتها. أهلين فيك، أهلين مشاعة، شخباركم؟ الحمد لله احنا طيب، دامك انت طيب. تسلم الله يخليك، ما شاء الله موضوع متميز، دوكم انتم متميزين اصلا في إذاعة الشباب او في برنامج شباب على الهواء، بوجودكم متميزين، بتواصلكم معانا يعني، برقي اخلاقكم ايضا ورقي كلماتكم. تسلم الله يخليك، واجبنا، وهذا هو يعني انعكاس لاخلاقكم وطيبتكم وتواضعكم معانا وعلى المستمعين الكرام. يا ربي يسعدك، خبرنا عن التواضع. والله التواضع حاجة جميلة يعني يا مشاعل، حاجة جدا مميزة في الشخص انه يكون متواضع، يكون يعني ينزل لمستوى الفرد اللي امامه سواء او يرتقي لمستوى الفرد، ما يقول يعني مثلا ان هذا الشخص اكبر مني والنواصل المواصيل وكذا واني اكون اصغر منه. فهذا نفس الشيء يعني، التواضع يكون سواء بالنزول او بالارتفاع، يعني بالارتفاع. ونفس الشيء يعني إذا مثلاً وصلت لمراحل معينة، مثل يعني أحياناً خلنا نكون واقعيين، يعني أحياناً بعض الشباب الله يهديهم مثلاً أن يكون يعني يوصلوا مثلاً لأماكن معينة أو يدخلوا لأماكن معينة أو يكون عندهم حاجة معينة تحس فيهم خلاص، يعني أنا خلاص امتلكت، كأني ملكت الدنيا وما فيها. صحيح صحيح. زين، فهذا يعني بأخلاق الجميلة، بتواضع أكيد الجميلة. أكيد، فنتمنى أن كل واحد ينتبه لمثل هذه الأشياء، وأن يعني مثل ما تقول يعني هي الدنيا يعني زوال بتزول، يعني أنت بتروح وما بتتاخذ شيء معك. الإنسان ما دائم الدوم فيه على هالأرض. أكيد أكيد يا مشاعل، وإن شاء الله أتمنى أن الشباب يكونوا دوم متواضعين، الشباب الكبار والشياب بعد نفسي. الكل احنا كلنا نعمر هذه الارض، وكلنا نمثل يعني لابد ان نقتدي بكبيرنا وصغيرنا يقتدي بينا، لازم احنا كلنا نكمل بعض في النهايه، الكل أكيد لازم يقتدي بينا. اكيد مثل يعني الشيء الجميل اللي لاحظته تواضعكم انتم في احسن تواضعنا احنا، انا والاخ سليمان والشباب ما شاء الله عليهم، يعني جلال وعبدين والمشاعل وكلهم الوفاق البرنامج ما شاء الله عليهم،
يعني كانوا في قمة الأخلاق، قمة الرقي، قمة التواضع. يعني. بالعكس، احنا دائما نستمد منكم الرقي والتواضع والأخلاق الجميلة، احنا نتعلم دائما منكم يا مازن الشكيلي. شاكرين لك مداخلتك. تسلم، يلا يخليك، مع السلامة. مع السلامة، ربي يسعدك. إذا مستمعينا، التواضع منشية من النبلاء، وهو من أحد مكارم الأخلاق اللي تنشر روح المحبة والتعاون بين البشر، وتعطي مجتمع متحاب في الله يخلو من الكبر، يخلو من الحسد، ويخلو من الغيرة، ويساعد على ارتقاء المجتمع وتقدمه، لأن المتواضع شخص يؤمن بالله إيمانا عميقا. الكبر لله والغرور شيء، مغرورة ما همها أحد والله، وما حست بقلبي أبد والله. الكبر لله حست بقلبي أبد والله، ما نظرت ما همها شيء. الكبر لله على الهوى. شباب على الهوى.
شباب على الهواء، مستمرين معكم مستمعينا لغاية الساعة 4. وصلنا للنصف ساعة تقريبا باقية معانا إن شاء الله. موضوع سالفتنا اليوم، شكرا لتواضعك. تقول الأستاذة مريم البريدعية: بالفعل نحن في زمن قل فيه التواضع، أو يعتبر التواضع خضوع وهذا خطأ. تحية لك وبالتوفيق. شكرا لك. بالفعل يعني أحيانا الناس تشوف التواضع من منظور أنه خضوع، وأني أنا أنزل من نفسي، وأن أنا ما المفروض أني أتصرف بها الطريقة. لكن في طرق وأساليب للتواضع، وأحيانا مواقف تثبت للشخص أنه هو متواضع. محمود محروق يقول: التواضع لا يعني تقليل الإنسان من قيمة نفسه. شكرا على البرنامج، شكرا لك. أيضا رسالة تقول: التواضع يجعلنا نفتح ذراعينا للآخرين ونتوقف عن الحكم عليهم أو مقارنة أنفسنا بهم، ولا تقلل بشأن رأيهم بنا. التواضع لا يعني أن تقلل من نفسك. وتقول رسالة: التواضع هو تذكرة الدخول للقلوب وكسب الاحترام. بالفعل يعني الإنسان المتواضع دائما، هو ليش يسمى متواضع؟ يعني تلقى الله سبحانه وتعالى وهب بحاجة، عطاه حاجة، ميزه بحاجة، دائما تلقى قدام كل حاجة، يساعد الناس مهما كان، مهما وصلت مكانته الاجتماعية العملية، تلقى دائما مع الناس، مع الجيران، علاقاته في المسجد، في المدرسة، الكل يحبه، الكل يثني عليه. لما تيجي تسأل طيب ليش هالشخص الكل يمدحه والكل الناس تطريه والكل يعني ايش سوى في الناس هذه؟ ما سوى شيء، بالعكس كان انسان عادي حاله حالهم، لكن عرف كيف يكسب قلوبهم بتواضع الجميل والراقي. ورسالة تقول: من الهلالي محمود، موضوع جميل، شكرا لك. وابو عبير شموسي يقول: تواضع من اساس اخلاقيات الانسان، فان لم يكن متواضع كان متكبر. وتحية لبثينة القاسمية تقول: من تواضع لله رفع. مساءكم ورد، مساءك زيزفون يا رب. ورسالة من يحيى يقول: تواضعك يدل على نبل أخلاقك، تؤجر وتكسب حب واحترام الآخرين لك. بالفعل دائما ما تكسب حب واحترام الآخرين لك. يقول: أكثر من شخصية عربية معروفة عندما تتكلم عن التواضع، فإن العمانيين هم مثالهم في ذلك. مساء التواضع فيصل المشايخي، شكرا لك يا فيصل. سلطان ناصر الهشامي: الإجابة غلط، وما ترسل الإجابة على 9456. إجابة سؤال فقرة على وين مستمعينا ترسل على 90130، ترسل على 90130. والسؤال يقول: ما هو شعار ولاية وادي المعاول؟ الشعار مستمعينا هو قلعة، احدى القلاع احنا ذكرناها، هو شعار الولاية مش النبتة يا سلطان. وموضوع فعلا مميز متواضع، ان التواضع سمة من سمات النبلاء في عصر الامراء. ابو رند العاصمي يسعد مساك. وايضا في رسالة تقول: طبعا استاذ اسحاق عزيزنا محمد البهلاوي، استاذ اسحاق يكون موجود معنا كل اثنين في فقرة افكار وطموح. كل اثنين عندنا افكار وطموح، تحتها يكون عنوان، يكون ضيفنا الاستاذ اسحاق الشرياني. تقدر ان شاء الله الاسبوع القادم بان لا تتواصل معنا، ان شاء الله راح يفيدك مع نصائح بخصوص موضوعك. ورسالة تقول: لا تكن كدخان يعلو تجبرا على طبقات الهواء وهو وضيع. شكرا عماد شندودي. وهنا رسالة مستمعينا وتغريدة من صديق البرنامج المختار السيفي: فقدناه فترة طويلة، مساكم. تواضع تواضع تكن كالنجم لاح لناظره على صفحات الماء وهو رفيع، ولا تكن كدخان يحلو بنفسه على طبقات الجو وهو وضيع. شكرا لك يا المختار، يعني كلمات جميلة مستمعينا، تقدر تقتبس منها معنى التواضع وسمة التواضع. وصور جميلة قاعد توصلنا بتواضع من سليمان زعيد العاصمي، دهن عود، يقول لك: جلال اللي باهت دهن العود شكله غاوي. وباقات ورد لكم مستمعينا ولمتابعين برنامج شباب على الهواء. إذا تواضع تكن كالبدر، دائما من يتواضع
يعني مقداره بين الناس دائما يكون عالي ويكون مرتفع. دائما الناس تحترمه ودائما الناس تحبه، مش علشان هو يملك سيارة فاخرة ولا علشان أن جيوبه ممتلئة بالمبالغ الهائلة، ولا علشان جماله، ولا علشان نسبه، ولا علشان هو ولد فلان، بالعكس علشان أخلاقه هو يكون مثل البدر عالي. وإن شاء الله كلكم مستمعينا تكونون مثل البدر. يقولكم الناس يعني الناس تميز أخلاق بعضهم بعض في لقاءات عابرة، لكن يحتاج الإنسان إلى وقت طويل كي يحك المعدن ويظهر له بريق الذهب أو صدى الحديد. إذن الإنسان له ميزة في تحسين أخلاقه مع من وهو أعلى منها أو في مستواه، فهذا شيء يتجمل به الجميع في الغالب بالفعل. وأيضا حامد الكيومي على شباب راديو عمان في الانستغرام يقول موضوع متميز بس للأسف غير متابع بسبب ارتباطات الشغل، عساك على القوة يا رب. وكل اللي متوجه للدوامات نقولهم رب يعطيكم الصحة والعافية، وكل اللي رايحين لبيوتهم نقولهم الله يحفظكم إن شاء الله ودروب آمنة. رسالة تقول لمساء الخير، التحية لكم مبدعين، أتمنى لكم التوفيق وقضاء وقت ممتع ومفيد، وقضاءنا ووقتنا ما يحلو ولا نستمتع به إلا بتواصلكم مستمعين معنا. وأيضا رسالة تقول موضوع رائع جدا، نشكركم على اختياركم لموضوعات شيقة، أنتم من تجبرون مستمعين على اختيار هذه المواضيع بتفكيركم الجميل، برسائلكم الجميلة، بروحكم النقية الطاهرة دائما. رسالة تقول مساء الورد، عمر التواضع ما قلل قيمة إنسان، أختكم عهود السعيدي، تحياتي لكل شامخ وصامد في تقنية شناص. الله يحفظكم يا رب إن شاء الله، الله يوفقكم، يعني أنتوا كذا أنتوا نبراس ونور المستقبل باجتهادكم وجهدكم، إن شاء الله راح توصلون للي تبونه. ورسالة تقول مساءكم تواضع، ومن تواضع رفعه الله منزلة عالية، احنا وياكم يا رب مستمعينا جميعا ان شاء الله كذا نكون في منزلة عالية بإذن الله، ان شاء الله بإذن الله. طبعا المستمعين احنا سألنا فقرة على وين، احنا قلنا لكم ما هو شعار ولاية وادي المعاول، هي قلعة من القلعات. نمهدلهم يا جلال شوي الجواب، يمكن تكون قلعة السفالة مستمعينا، سفالة، قلعة سفالة ممكن تكون، على 90130 مع اسماءكم الثلاثية. كذا امورك طيبة يا سلطان البراشدي وسعيد بن عزيز الهشامي، ان شاء الله تجاوب اجابة صحيحة. وكل اللي قاعدين يسمعونا وحابين يشاركون في فقرة على وين مستمعينا، السؤال يقول ما هو شعار ولاية وادي المعاول؟ طبعا على 90130 مع أسماءكم الثلاثية. وطبعا رسائل قاعد توصلنا، شكرا لكل المغردين وكل المتابعين. أيضا مستمعينا احنا نعيش في هالدنيا وتعيش أنت وحدك، بالعكس أن هناك أشخاص كثيرين حولك تشكل معاهم مجتمعك اللي أنت تعيش فيه. علاقاتنا ببعض، الاحتكاك مع الناس راح تولد أكيد بعض التصادمات في الآراء، في الأخذ والعطاء، في الأخلاق، في الطباع، في العادات، أو نتيجة سوء فهم منك أو من الطرف الآخر. يعني لابد أنك أنت توطن نفسك لمثل هذه المواقف وتحملها، يعني وتعود نفسك بالتسامح، بالعفو اللي يعتبر بريق الإيمان السطع. كن متواضعا سمحا يحبك الناس، وفعل ذلك دائما لوجه الله لا لمحبة الناس، محبة الناس تي بعد محبة الله سبحانه وتعالى لك. خلونا احنا وياكم مستمعينا كذا نطلع الفترة الدينية لرفع صلاة العصر ونرجع لكم. إذاعة الشباب من سلطنة عمان. يا أخي تواضع، يا أخي تواضع، يا أخي تواضع، يا أخي تواضع. يا أخي تواضع، لا تعيش كم واحد غرّه زمان.
مال الكبر وانهاه الزمان. أحزن على ناس تغطى الجسم بالثوب الكبير، أحزن وردد بالأسى يا الله يا الله المستعان. الدنيا هذه تشتري المغرور بالفهم القصير، لمن تجيبه من على اكتاف المهابة للهوان. خسران يلي شايف العالم على فرش الحصير، خسران يلي قد رفع خشمه على فلان وفلان. حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط وضواحيها. الله أكبر الله أكبر، الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعث مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد، برحمتك يا أرحم الراحمين. هكذا مستمعينا رفع على مسامعكم أذان العصر حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط وضواحيها. معذور معذور تفرش ما بنالك من حلا فرش الحرير، بس الرغل تستطيع النوم يا راعي الرهان. معذور معذور تفرش ما بدالك من حلا فرش الحرير، بس الرغل تستطيع النوم يا راعي الرهان. فكر ولا
تغتر فيها كالسوايا يا غرير فكر ولا تغتر فيها كالسوايا يا غرير واسبق خيول الجهل في خيل تمرس للضمان يا أخي توضع يا أخي توضع وافتل العقدة في القلب الأسير كانك تبي ثوب ختام العمر في عز وشان يا أخي تواضع لا تعيش الدور بالعقل الصغير كم واحد غره زمان الكبر وانهاه الزمان أحزن على ناس تغطى الجسم بالثوب الكبير أحزن وردد بالأسى يا الله المستعان شباب على الهوى يجي معنا سوا شباب على الهوى يجي معنا سوا على الشباب اسمعنا وبالخير تلقانا وبالحب شاركنا وصوتك يسعدنا على الشباب اسمعنا وبالخير تلقانا وبالحب شاركنا وصوتك يسعدنا شباب على الهوى شباب على الهوى شباب على الهوى شباب شباب على الهوى شباب منورين يا شباب منورين مستمعينا بتواصلكم دائم معانا وطبعا الله يجمعنا ان شاء الله على الألفة وعلى الود ان شاء الله ومساءاتكم دائما ألق وورد ونرجس بإذن الله وسالفتنا شبابية لليوم شكرا لتواضعك الجميل في من همام أو همام رواحي ما أدري إذا كان اسمك كذا أنطقه صح في تويتر مستمعينا رسلنا صورة لقلعة السفالة صورة جميلة يعني ما شاء الله النخل موجود حوالينها صدق إنها موجودة قلاعها اللي تميز بالقلاع والأبراج في ولاية وادي المعاول إنها موجودة في الحارات صورة رائعة وجميلة وأيضا بيت الخندق من البيوت القديمة الأثرية الصورة قاعدة يعني تحكي عن نفسها وتحكي عن تاريخها وتحكي عن المعمار القديم اللي حاب يشوف الصور مستمعينا في تويتر شاكرين لك يا همام أتوقع اسمك همام أو همام الرواحي شكرا لك يا همام ونقول مساء الورد اللي غايبة وحاضرة أيضا المهندسة الثانية مهندسة بدور ألو الو السلام عليكم شكله في مكان مرتفع وما في ارسال شكله اهتفي يا بدور انت وين اخباركم احنا طيب الحمد لله احنا صار لنا ساعه ونقول الو 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 يقول جلال انت وين شكلك في مكان مرتفع ما في ارسال في اليونان هي في اليونان الحين يا جلال قاعد تتغدى هلا وعافيه ان شاء الله خبرينا عن اليونان كيف اجواء اليونان كيف الوجبات بتموت علينا البنت جلال الله يهديك لا تحط لها خلاص لا تحط لها فلاشات اخباركم شو مسوي احنا طياب الحمد لله احاول اتصل من بدايه البرنامج انت دائما حظك يلقط معانا في نهايه علشان يكون ختامها مسك سبحان الله يلا الحين الموضوع وايد حلو بدايه احب دائما المتواضع بدور صوتك يتقطع معانا الحين فلان الحين طيب احنا ندري ان المسافة والبعد واليونان يعني في شوية عرقلة راح تكون في الخطوط لكن ان شاء الله حط خليك في مكان فيه رسالة
الحين واضح ولا لا؟ واضح الحين، يلا. طيب أوكي. طبعا أحب أشكر، بمعنى الموضوع كلمة شكر لكل شخص متواضع، أحب أشكر على رأسهم مشعل القاسمية وجلال الخوتري، ما عليك زود، أمانة يعني ناس يستحقوا الشكر لتواضعهم، يعني أبدا ما فيهم ولا ذرة كبر من كثر التواضع اللي بداخلهم وقلوبهم الطاهرة. الله يخليك، خجلتينا يا بدور، خجلتم تواضعي. ودائما أصلا صفة التواضع تكون هي نابعة من طهارة النفس وسلامة القلب من التكبر. صحيح. ودائما نحن نعرف أن هذه صفة محمودة، ودائما أصلا الإسلام يحثنا عليها لما فيها أساسا من يعني من عائد للشخص من ناحية مجتمعه وعمله. دائما نحس الإنسان اللي متواضع دائما الناس تحبه ويدش قلوب الناس بسلاسة وبسرعة، يعني بدون أي مثلاً لا يتكفل بشيء ولا غيره. بالفعل نفس ما أنت دخلت قلوبنا ودخلت قلوب المستمعين أيضاً يا بدور بتواصلك الجميل بأمانة. تسلمي. طبعاً في مقولة يقولها طاغور، ندنو من العظمة بقدر ما ندنو من التواضع. ودائماً نعرف أن العالم أو الإنسان اللي يقرأ أو اللي مطلع بكثر ما هو عنده علم بكثر ما يكون عند التواضع يزداد. صحيح. طبعا نهاية المحبة طول عليكم. في آية دائما أحب الكل يتذكرها، إن الله لا يحب كل مختار فخور. ودائما أحب الناس كلهم يتذكرون إن التواضع هي صفة دائما تخلي الإنسان يكون طبيعي ويعني يحب بالأشخاص فيه. نعم صحيح. يعطيكم العافية. يعطيك العافية إن شاء الله، وهنا وعافية في اليونان بإذن الله، وعودا حميدا من هناك إن شاء الله. إن شاء الله. مع السلامة. مثل ما قالت بدور، يعني بالتواضع الإنسان يسمو، بأخلاقه، برقية، بمحبة الناس معاه. ومحمد المقبال يقول مساء الخير للجميع وأحلى تحية طيبة لجروب المميزين. هذه تحية من محمد المقبالي عبر أثير إذاعة الشباب في برنامج شباب على الهواء. نبهان هنا يقول أتمنى من كل موظف في أي مؤسسة فيها خدمة للوطن والمواطن التواضع كما علمنا سلطاننا، وهو يستمع بكل تواضع للمواطن عن قرب من خلال الجولات التي يقوم بها. الله يحفظه ويرجع لنا سالم وعافى يا رب. المتواضع يظل في القلب والذاكرة إلى الأبد. أمين يا رب. بالفعل يعني نتعلم منه أن الإنسان مهما يعني وصل وتعلم وجاب الدنيا ورحلات العالم، يظل يستمع للناس اللي حوالينا ببساطة، مع شعبة، بألفة، في مكان عام، في مكان مفتوح، صغير كبير، وأيضا كل المسؤولين في الدولة متواجدين حوالينا، يسمع من المواطن، يسمع من شعبه، ويوجه توجيهات بحكمته بفطانة عقله. الله يحفظه يا رب ويرجع لنا بسلامة. حزاع الكلباني يقول التواضع وسام المحبة، لا يراه إلا المتواضعون، التواضع نبراس النجاح، التواضع شعلة على قمة جبل، هكذا يراه الناس، فلنتواضع لله ونعم بالله دائما. خلونا نتواضع وخلونا نكون يعني نعرف إحنا من نكون، لأن التواضع يعطي الإنسان القدرة على أنه يعرف نفسه باستمرار، يقيم نفسه من وقت لآخر، يعطي الإنسان القدرة على تطوير ذاته، يعمل بجد، يعمل بنجاح علشان ينجح باستمرار، يحسن من صفاته، حياته للأفضل. لأن التواضع يذكرك دائما أنك أنت مو بالأفضل دائما، وأنك بالعمل والمثابرة راح تتقدم للأمام، وراح يعطيك القدرة على تقبل آراء الآخرين ونصائحهم لك وتدبرها. إذن لنتواضع، لنكن أكثر رقي، ولنسمو بأخلاق عالية. وأحمد الخيار يقول التواضع مهم جدا، فهو ما يجيب الناس، ما يحبب الناس فينا، التواضع مبدأنا، نتمنى كل من ارتفع أن يتواضع أمام من هم أسفل منه. المهندس أحمد الخياري، كل التحايا لك يا المهندس أحمد الخياري. نروحنا وياكم مستمعينا لفقرة اخترنا لكم. شباب على الهواء يجي معنا سوا، شباب على الهواء يجي معنا سوا. شباب
الزرع ينبت في السهل ولا ينبت في الصفاء، كذلك الحكمة تعمر في قلب المتواضع ولا تعمر في قلب المتكبر الجبار، لأن الله جعل التواضع آلة العقل وجعل التكبر من آلة الجهل. التواضع ينشر الفضيلة، التكبر يظهر الرذيلة. بخفض الجناح تنتظم الأمور، التواضع يكسوك المهابة. لا شيء أجمل من ابتسامة تكافح للظهور ما بين الدموع. تقترب من العظمة بقدر ما تقترب من التواضع. وأخيرا، ليس للرجل سوى مجد واحد حقيقي، هو التواضع. شباب على الهوى يجي معنا سوا، شباب على الهوى يجي معنا سوا، شباب على الهوى. في نهاية طبعا وصلنا لنهاية برنامجنا، خلونا كذا نقول كلمة شكر. دائما هي سطور الشكر تكون في غاية الصعوبة عند الصياغة، ربما لأنها تشعرنا دوما بقصورها وعدم إيفائها حق من نهديه هذه الأسطر. واليوم تقف أمامنا الصعوبة ذاتها، ونحن نحاول صياغة كلمات شكر إلى ينبوع عطاء، عطاء تدفق بالخير الكثير ليروي هذا الوطن ويدعم أسسه وقواعده. فشكرا لك مولاي حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم، فنحن منك نتعلم ونقتدي بك، حفظك الله ورعاك. كانت معاكم إعدادا وتقديما مشاعل بن سعيد القاسمية، في المتابعة والتنسيق كان معكم سيف بن سعيد الهلالي، ومصممة الرمزيات كل الشكر لها لميس بدر الحسنية. وكل الشكر دائما موصول، كل التحايا لكم من المخرج جلال بن ربيع الخويطري. نلتقي لنرتقي، مع السلامة.